ما هو نظام USB في السيارات؟ يقصد بنظام USB في السيارات بالإنجليزية Electronic Stability Program، برنامج الثبات الإلكتروني الذي يعتبر من أهم أنظمة السلامة في السيارات، حيث يعمل النظام للحفاظ على أمن السيارة بطريقة يجعلها خاضعة للمراقبة بشكل مستمر. ويحتوي النظام على مصباح تحذير مخصص للوحة القيادة، ويأتي على شكل سيارة صفراء مع علامتي انزلاق أسفلها، يضيء مصباح التحذير إن كانت السيارة في خطر. وإذا استمر المصباح في الإضاءة فهذا يشير إلى أن النظام فيه خلل أو قد تعطل، وفي الحالتين يفضل فحصه عند مختص. كيف يعمل نظام الـ USB؟ يعد الانزلاق أحد الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق، وتظهر الدراسات الدولية أن ما لا يقل عن 40% من حوادث المرور المميتة ناجمة عن الانزلاق، ويمكن لنظام USB أن يمنع 80% من جميع حوادث الانزلاق. فيتعرف النظام إذا ما كان الانزلاق وشيكا، ويتدخل بسرعة كبيرة لتفادي المشكلة، ليبقى السائق مسيطرا على السيارة شريطة أن لا يتجاوز السيارات الأخرى، ويكون النظام نشطا بشكل مستمر، حيث يوجد حاسوب مصغر يراقب الإشارات الصادرة عن مستشعرات النظام 25 مرة في الثانية. ما إذا كانت المعلومات المدخلة تتوافق مع الاتجاه الفعلي الذي تتحرك فيه السيارة؟ فإن تحركت السيارة في اتجاه مختلف، فإن النظام يكتشف الحالة ويتفاعل معها على الفور بشكل مستقل عن السائق، ويستخدم نظام الكبح في المركبة لتوجيه السائق، بحيث ترجع السيارة إلى النظام الصحيح. ما هو الاختلاف بين النظام ESP و ESC؟ يقوم نظام ESP و ESC في الواقع بنفس الوظيفة، فبعض العلامات التجارية تفضل أن تعطي النظام طابعها الخاص، بالإضافة لنظامي ESP و ESC قد نجد أيضا VDC و VSA و CDSE، وجميعها وظيفتها الأساسية الحفاظ على الثبات الإلكتروني للسيارة.